مخلل الفلفل بالخل والليمون. اللي بغى يستفيد من هذه الطريقة يتبعنا في الفيديو، يكون بهذا الشكل ويدوم حتى سنة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ورجعنا معكم مرة أخرى بفيديو جديد. اليوم عندي تخليل الفلفل، راح نخلوه بالخل وقليل من الخل والماء. المكونات هنا عندنا قارورة أو قرعة، هنا راح نديرو فيها هاد الفلفل، عندنا كمية من الخل تكون بهاد القدر، وهنا عندنا فلفل حار، كمية من الماء والملح، طبعا كمية من الملح تقريبا هنا تلت معالق أو ملاعق بهذا الشكل. وعندنا هنا ليمون. الخطوة الأولى اللي نديروها نجيبوا هذا الماء، نكبوا فيه هذا الخل، بسم الله، نزيدوا نكبوا فيه هذا الملح، بسم الله، ونحركوهم حتى يذوب هذا الملح، بسم الله. نجول لهذا الفلفل نديرو فيه شق هكايا بهذا الشكل، او مباشره يستعمل بدون شق. اللي بغاه يجهز بسرعه يدير في هذاك الشق، ونبداو ندخلوه في هذه القاروره، بسم الله. والليمون حتى هو راح نبدا معاه، بسم الله. ممكن نصف يكفينا الليمون، أو نبكو هذا الفلفل بهذا الشكل أو نسقبوه نديرو فيه ثقب. مهم لهجتنا حنا نقولو نبكو هكا بهذا الشكل، نديرو فيه شق مع إضافة قطع الليمون. راح نزيد نصف آخر. هذا الليمون يعطيه مذاق ونكهة، يزيدوا في النكهة. لو كان قارورة تكون أو اللي تكون يكون هذا الفم نتاعها يكون أكبر من هذا يكون أفضل، لأنه راح يكون في إشكال أثناء إخراج الفلفل من هذه القارورة، راح تضطر إنك تخرجه كله باه تستعمله. نحاول نديرو فيه هذا الفلفل كله،
هنا تكفيه هاد الكمية. نضيف لها هاد المحلول اللي خدمناه، بسم الله. هذا راح نضيف كمية من الملح فقط. هنا أصبح عندنا جاهز، هذا هو مخلل فلفل حار، يكون بهذه الطريقة. هنا خلاص أصبح جاهز، يكون بهذا الشكل. راح يبقى مدة، يبقى حتى سنة بهذا الشكل عادي، يكون بهذا الشكل، يوضع في مكان مظلم طبعا. إن شاء الله تنال إعجابكم هذه الطريقة وتجربوها. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.